وفد تركي برئاسة نائب وزير الخارجية في واشنطن، وذلك لبحث العلاقات المتوترة وأزمة العقوبات المتبادلة بين البلدين. التوتر اندلع بسبب اعتقال أنقرة لقس أمريكي واتهامه بارتباطه بتنظيمات مصنفة على أنها إرهابية في تركيا، غير أن قضية القس الأمريكي ليست إلا أحد الملفات العالقة بين البلدين الحليفين، وأهمها ملف تطبيق خارطة الطريق حول منبش شمال سوريا، ملف منع بيع مقاتلات F-35 الأمريكية لتركيا، الدعم الأمريكي لوحدات حماية الشعب الكردية. لم يغلق باب الحوار بين الحليفين المتخاصمين، مساع دبلوماسية لرأب الصدع في العلاقة بين أنقرة وواشنطن. وزيرا خارجية البلدين اتفقا في اتصال هاتفي على بعض الخطوط العريضة للمسائل الخلافية، ونائب وزير الخارجية التركي يزور الولايات المتحدة على رأس وفد. مسائل عدة مطروحة على طاولة المباحثات، وفي مقدمتها قضية القس الأمريكي. من المؤكد أن الوفد التركي سيبحث مع المسؤولين الأمريكيين قضية القس برانسون وإمكانية إطلاق سراحه، كما ستقدم تركيا مطالبها إلى الجانب الأمريكي، وهذا اللقاء سيكون إيجابيا في مسار إعادة العلاقات إلى طبيعتها بين البلدين. السفارة الأمريكية في أنقرة استبقت الزيارة وأرسلت بعض الرسائل الإيجابية. رغم التوتر الحالي، فإن الولايات المتحدة تعتبر تركيا صديقا وحليفا قويا، وتربطها ببلدنا علاقات اقتصادية قوية. الاقتصاد التركي يتأثر بمؤشر العلاقة مع الولايات المتحدة، ففي الأيام القليلة الماضية شهدت قيمة الليرة بعض الانخفاض مقابل الدولار، بعد أن قالت واشنطن إنها تراجع الإعفاءات الممنوحة للبضائع التركية المصدرة إلى السوق الأمريكية، خطوة قد تؤثر على صادرات تركية بقيمة مليار و700 مليون دولار. سياسيا تبنت أنقرة مبدأ المعاملة بالمثل حفاظا على سيادتها الوطنية، اقتصاديا ثمة خشية من تدهور قيمة عملتها المحلية، وما بين السياسة والاقتصاد يحاول المسؤولون الأتراك مسك العصا من المنتصف والتوصل إلى اتفاق مع حليف تاريخي لا تبدو القطيعة معه بالأمر السهل. عدنان الضهر، التلفزيون العربي، اسطنبول. ينضم إلينا من اسطنبول يوسف كاتب أوغلو الباحث السياسي، كما تنضم إلينا من واشنطن الدكتورة عبير كايد أستاذة العلوم السياسية في جامعة هاورد في واشنطن. دكتورة عبير، أبدأ معك. اتصالات تجري بين وزراء خارجية البلدين، وفد تركي يزور اليوم الولايات المتحدة الأمريكية، هل يبدو أن هنالك حل في الأفق؟ أولا تحياتي لك والمشاهدين. طبعا، لأنه لو عدنا فقط بالتذكير أن الصداقة التركية الأمريكية تعود ل 1831، وأول الاتفاقيات الدبلوماسية كانت بينهما 1927 ومن ثم 1947. إذن تاريخيا هناك صداقة بينهما، واتفاقيات أيضا على التكنولوجيا والتعاون في عدة مجالات ومنها أهمها العسكرية. لذا علمت، خصوصا على كما جاء على لسان بومبيو، أن الحليف التركي لا يمكن إغضابه خصوصا في هذه المرحلة لعدة أسباب. أولا بالنسبة للملف السوري وخصوصا في منبج، والدور الذي تلعبه تركيا في محاربة الإرهاب كان طبعا بارزا بالنسبة لواشنطن، لأنها هي اللاعب الرئيسي في الملف السوري خصوصا في الشمال الشرقي. أضيف إليها طبعا عتب تركيا أو أنقرة على واشنطن بالنسبة لدعم الأكراد واحتواء عبد الله جولين، فتح الله عفوا جولين في بنسلفانيا في الولايات المتحدة. طبعا ملف ليس بالجديد وإنما قديم، لكن واشنطن تعي بالرغم من كل هذه طبعا المفارقات في السياسة الخارجية، تعي أن أنقرة حليف استراتيجي في المنطقة وأيضا ثاني قوة عسكرية في حلف الناتو
نيتو ولا يمكن أن تستغني عنها، وعلمت أيضا أن أيضا أنقرة بسياستها التي كانت تعتبرها بالمثل كانت ردا لواشنطن لكي ترضخ لطبعا المطالب التركية. إذن هنا نحن ربما لأول مرة تاريخيا عزيزتي ندخل فيما يسمى بالتوازن الاستراتيجي الخارجي لكلا الدولتين، وخصوصا بالنسبة لتركيا لأول مرة تتعامل بسياسة بالمثل. طيب سأعود إليك لتفصيل ما ذكرتي، ولكن أتحول إلى السيد أوغلو. سيد أوغلو، اتفاقات أولية تحدث عنها الجانبان الأمريكي والتركي في بعد اللقاء الذي جرى بين وزيري الخارجية، برأيك ما طبيعة هذه الاتفاقات؟ مساء الخير، تحياتي لك ولضيفتك وللسادة المشاهدين. طبعا الآن الاتفاقات، الآن اللقاءات المستمرة لم يتم الإعلان بشكل صريح وواضح عن نتائجها وماذا وعلى ماذا أسفرت. لقاء 50 دقيقة، وكان لقاء رفيع المستوى بين نائب وزير الخارجية التركي ونائب وزير الخارجية الأمريكي وممثلين عن الوزارات العدل والخزانة والمالية والخارجية، ولكن المتوقع أن هنالك تقريب وردم الفجوة التي حدثت وتفعيل الحوار لحل الأزمات العالقة ولحل الملفات الشائكة، على رأسها بالنسبة لأمريكا هي ملف القس الذي تريد أن يتم إطلاق سراحه، وتركيا بالمقابل تريد أن يتم تسليم رئيس المنظمة الإرهابية المسؤول عن الانقلاب الفاشل في 15 تموز فتح الله جولان، وهذا ربما بناء على اتفاقيات مزدوجة موقعة. أما التصعيد الدبلوماسي والسياسي وفرض عقوبات كردة فعل، هذا الآن يجب احتواءه، وأتوقع أن هذا اللقاء هو سيسفر عن احتواء هذه الأزمة الدبلوماسية. سيد يوسف، نحن نتحدث عن لقاءات لاحتواء الأزمة وعدم تصعيدها، أم نتحدث عن لقاءات لحل القضايا العالقة في العمق؟ يعني نحن نشهد في السنة الأخيرة توتر يخفت ليعود ويبرز من جديد بين الولايات المتحدة الأمريكية والجانب التركي. ألم يحن الوقت لحل القضايا الخلافية الأساسية؟ هل الوقت مناسب اليوم؟ لا طبعا، لا يمكن حل الملفات العالقة وحل المشاكل بشكل نهائي من خلال لقاء 50 دقيقة. واحد، ثانيا هنالك أزمة ثقة حقيقية يا سيدتي مع الطرف الأمريكي، الطرف الذي يعطي وعودا ولا يلتزم بما يعد. يعني أمريكا مثلا من أهم الملفات الخلافية التي يجب حلها هو تسليح المجموعات الإرهابية الكردية. أمريكا وعدت بأنها لن تسلح وقامت بتسليح، وعدت بأن تستلم الأسلحة تستردها من هذه المجموعات ولم تستردها. طيب، وعدت بكثير من الوعود وبالمقابل سيد يوسف، في المقابل سيد يوسف، اقتربت تركيا من روسيا وإيران على الرغم من معرفتها بحساسية القرب من إيران في هذا التوقيت بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بالملف السوري تحديدا. يا سيدتي، تركيا دولة مستقلة، تركيا ليست ولاية أمريكية، تركيا لديها سياستها الخاصة بها، وتركيا لديها أمن القومي. هل أمريكا لديها حدود مشتركة في الملف السوري مثلا؟ يعني هل هنالك تهديد على أمن أمريكا القومي مثلا؟ تركيا المعنية، تركيا يا سيدتي هي التي تعاني الآن من أكبر نسبة ضيوف جاءوا هجروا من سوريا، أين موجودون؟ أليس موجودون في تركيا؟ ألا توجد داعش ومجموعات كردية مسلحة PYD YPG على الحدود مع تركيا؟ لذلك تركيا هي المعنية بشكل مباشر، وتركيا تريد أن يكون هنالك مناطق آمنة. طيب، وحل هذه المشاكل جذريا بالتعاون مع الحلف الاستراتيجي أمريكا، ولكن أمريكا لديها خطة استراتيجية أخرى، هي تريد أن تغلب الورقة الكردية لتقطيع المنطقة يا سيدتي. طيب، الهدف يعني غير معلوم، هو حدنا عن سؤال سيد يوسف لأن الوقت يمر سريعا. دكتورة عبير، على الرغم من التوازن التي تحدثت عنه والذي يحصل برأيك للمرة الأولى، إلا أن ذلك لم يمنع الولايات المتحدة الأمريكية من التهديد بمزيد من العقوبات على تركيا.
عزيزتي، لا تستطيع الولايات المتحدة تهديد تركيا مباشرة، فالولايات المتحدة لديها أكبر قاعدة عسكرية كانت أسست تاريخيا لحلف النيرو، واليوم تستخدمها تقريبا 80% منقسمة بين تركيا وبين الولايات المتحدة. وأيضا الولايات المتحدة والجيش الأمريكي هو الذي يحمي بدفاعاته السماء التركية، لنكن واقعيين أكثر. إذا حتى ولو أن تركيا اتهمت واشنطن بأن الذين فعلوا الانقلاب أو الذين قاموا بمحاولة الانقلاب زودتهم القاعدة العسكرية أنجرلك في تركيا بالوقود، وكان من ضمنهم قائد طبعا القاعدة العسكرية، إلا أن تركيا لو بالفعل تريد التصعيد لكانت أخذت قرار بشأن هذه القاعدة العسكرية. لكن هناك 50,000 تقريبا، عفوا 50 قنبلة نووية تحتضنها تركيا في أراضيها، وهي طبعا هذه لا يعني لا تستطيع التلاعب بها، وأيضا تهدد حتى أمن وسلامة الأتراك. إذا نحن أمام قوة دولية استغلتها واشنطن أم لا، لكنها تفرض أولا جيشها الكبير الجيش التركي دورها وتخزين أهم شيء بالنسبة للولايات المتحدة. ولا ننسى أيضا أن الولايات المتحدة استخدمت الأراضي التركية لضرب مواقع لداعش، وحتى في سوريا أو في العراق. إذا أنا أفهم وجهة الضيف، نظرة الضيف من أنقرة، لكن لا تستطيع أنقرة معاقبة واشنطن، وواشنطن لديها قاعدة عسكرية تمتلك تقريبا السيادة إذا أردنا أن. شكرا لك. نعم. الدكتورة عبير كايد، أستاذة العلوم السياسية في جامعة هاورد في واشنطن، شكرا لك. كما أشكر من اسطنبول يوسف كاتب أوغلو الباحث السياسي.